يوم 15 مارس سنة 1922 وتحت عنوان إلى شعبنا الكريم، وجه السلطان فؤاد رسالة للشعب المصري قال فيها: لقد من الله علينا بأن جعل الله استقلال البلاد على يدنا، وإنا لنبتهل إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر وأجمل الحمد على ذلك، ونعلن على ملأ العالم أن مصر منذ اليوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال، ونتخذ لنفسنا لقب صاحبة الجلالة ملك مصر، وذلك ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالها من مظاهر الشخصية الدولية وكذلك أسباب العزة القومية. كما أضاف الملك فؤاد الأول: وإنا ندعو المولى القدير أن يجعل هذا اليوم فاتحة عصر سعيد يعيد إلى مصر ذكرى ماضيها الجميل. ودي كانت الرسالة اللي وجهها الملك فؤاد الأول لشعب مصر زي النهاردة من عام 1922، والتي تغير على أثرها لقبه من سلطان مصر إلى ملك مصر، وهو اليوم بذاته الذي أعلن فيه فؤاد استقلال مصر. وكان قد أرسل خطابا إلى رئيس الحكومة يطلب فيه إبلاغ الشعب أولا ودول العالم ثانيا، يبلغهم باستقلال مصر. وفور إعلان استقلال مصر رسميا بادرت وزارة عبد الخالق ثروت الذي كان وزير الداخلية والخارجية في هذا الوقت باتخاذ سلسلة من الإجراءات في الداخل وفي الخارج، ترجمت كل ما طرى من تحول على وضع البلاد. وكان أول هذه الإجراءات اعتبار يوم 15 مارس عيد استقلال مصر يحتفل به كل عام. وفي المناسبة قام الملك فؤاد باستعراض الجيش المصري في ميدان الراصد خانة، ميدان الراصد خانة في العباسية. عيد استقلال مصر من الأعياد الجميلة اللي لازم نحافظ عليها كشعب مصري. بنقول لمصر والبلدنا كل سنة وهي طيبة، وربنا يحفظها دايما من كل شر.